نعم. قوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين في حديث أبي ذر الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدد الأنبياء 124,000 والرسل منهم 313. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أعني النووي الصلاة والسلام على سائر النبيين والمرسلين أي بقية الأنبياء والمرسلين سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشارح رحمه الله تعالى حديث أبي ذر في بيان عدتهم وهو عند ابن حبان في صحيحه، وإسناده ضعيف بمرة، وقد بالغ ابن الجوزي رحمه الله تعالى فجعله موضوعا، والأشبه أنه ضعيف بهذا التمام، ولا يثبت حديث في عدد الأنبياء. وأما الرسل فقد ثبت فيهم حديث أبي أمامة الذي خرجه الطبراني في المعجم الأوسط، والدارمي في الرد على الجهمية في آخرين، وفيه أن أبا أمامة قال: كم عدد الرسل؟ كم كان عدد الرسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 315. واختلفت الكتب ونسخها في معدود المنسوب إلى 10، ففي بعضها 14، لكن الرواية الثابتة 15، فهذا ثابت في عدد الرسل أنهم 315 رسولا. أما الأنبياء فلم يثبت في عدهم حديث. نعم.